الكوليرا أول حاجة هو مرض بكتيري معدي، نسبة العداوة فيه أو مرض يعني شديد العداوة زي ما بنقول. الكوليرا مرض بكتيري بيصيب الجهاز الهضمي، بينتقل من الشخص المريض إلى الشخص السليم بعدة طرق، اللي هي ممكن عن طريق تناول الأطعمة الملوثة أو الماء الملوث ببقايا الإنسان أو فضلات الإنسان المصاب. تعيش بكتيريا الكوليرا في الأماكن الرطبة وفي المياه، ودي واحدة من المصادر الأساسية لانتقال المرض. مدة الحضانة تحت المرض اللي هي بتتراوح بين عدة ساعات لحد 5 يوم، يعني الإنسان ممكن يكون مصاب بالمرض ويكون ناقل للبكتيريا ويكون يعني ما بتظهر عليه الأعراض، فهنا ده بنعتبره إنسان ناقل للمرض. أما المرضى الآخرين اللي بتظهر عليهم الأعراض واللي هي أهمها الإسهال، والإسهال عبارة عن إسهال مائي حاد، ممكن نقول القوام بتاعه بيكون مايل لأنه يكون سائل ولونه بيكون أبيض زي موية الرز، دي واحدة من الحاجات الأساسية، بيكون مصاحب له في بعض الأحيان وفي أحيان كثيرة بيكون مصاحب له الاستفراغ. الاستفراغ والإسهال هما العرضين الأساسيات لمرض الكوليرا. في أعراض أخرى ممكن تكون مصاحبة لمرض الكوليرا، اللي هو بيكون في فتور، تكسر في الجسم، مظاهر لفقدان فقدان السوائل من الجسم، ودي كلها حاجات ممكن تكون مصاحبة لبقية الأعراض اللي بتكون عند الإنسان المصاب بمرض الكوليرا. أهم حاجة مريض الكوليرا إحنا بنعتبر إنه منذ إصابته بمرض الكوليرا لحد ما تظهر عليه الأعراض لحد ما يتم شفائه بيكون محتاج لتناول كمية كبيرة من السوائل. السوائل احنا بنقول الانسان يبتدي ياخد سوائل، اي سائل موجود في البيت بيكون واحد من الحاجات الاساسيه بالنسبه لنا، والسائل الاساسي اللي احنا بنعتمد عليه واللي هي بنعتمد على ملح الترويه، بنقول الظرف بتاع ملح الترويه يمكن انه الانسان يحله في لتر بتاع مويه ويتناوله لحد ما يصل اقرب مركز صحي بالنسبه لنا. ممكن يتم إعداد محلول التروية في البيت اللي هي بإضافة ملعقة صغيرة ملح مع 6 ملاعق صغيرة سكر في 6 كبابي بتاعت موية، ولازم أهم حاجة تكون الموية نظيفة، فالإنسان يتناول منه لحد ما يصل أقرب مركز صحي له. أي شخص بتظهر عليه أعراض مرض الكوليرا واللي هي أهمها الإسهال، ونحن بنقول أي إسهال في المناطق الموبوءة لابد من أنه الإنسان يمشي لأقرب مركز صحي موجود بالنسبة له، لأنه لو الإنسان ما مشى سريع ممكن يفقد كمية كبيرة من السوائل ويخش في مضاعفات فقدان السوائل. مضاعفات فقدان السوائل كبيرة جدا وممكن تؤدي للوفاة في فترة وجيزة جدا، أو ممكن تؤدي للفشل الكلوي بالنسبة لفقدان كمية كبيرة من المياه وعدم إدرار البول، فده بيؤدي لخلل في وظائف الكلى. ممكن برضو ممكن تحصل لنا مشاكل في القلب، وكلها نتيجة لأنه الإنسان حصلت له جفاف بكمية كبيرة وما يتناول السوائل المطلوبة. نحن برضو بنطلب من الناس إنه أي شخص أصيب بالإسهال في المناطق اللي فيها تم يعني إعلان إنها مناطق موبوءة بمرض الكوليرا لابد من الإسراع لأقرب مركز صحي حتى يتم الفحص على المريض ويأكدوا إصابته إذا كان مصاب بالكوليرا أو مصاب بأي نوع آخر من الإسهالات. الإصابة بمرض الكوليرا يتم تأكيدها بعد الفحص المعملي لمخلفات المريض اللي هي بتكون يا إما الإسهال أو القي المصاحب للمريض، فبيتم الفحص المكهري لها وتزريعها في المعمل وتأكيد الإصابة إذا كان الشخص مصاب بمرض الكوليرا أو أي نوع آخر من الإسهالات. عندنا نصائح كثيرة احنا بنقول للناس الموجودين في المناطق اللي فيها وباء الكوليرا، اللي هي أهمها تناول مياه نظيفة. لو احنا ما تأكدنا من انه المويه اللي احنا بنتناولها مويه نظيفه ممكن نغليها، نغلي المويه من مده 3 ل5 دقائق، دي واحده من الحاجات الاساسيه. بعد ما تبرد الناس ممكن تستعملها وتتناولها اذا كانت مويه بتاعت شراب او حتى غسيل للخضروات او حتى مياه للطبخ، فلا بد لنا من غليها في الاول. برضو الحاجه الاهم انه الناس المفروض تتناول مياه مكلوره، وبيتم توزيع حبوب الكلور يعني بيتم تدريب الناس على كيفية استعمال حبوب الكلور في المناطق المعرضة للوباء. حبوب الكلور موجودة بأنواع مختلفة على حسب كمية المياه المحتاج لها الإنسان عشان يستعملها، لكن إذا تعسر الحصول على الكلور لابد لنا من غليان الماء قبل تناوله.
الحاجة الثانية اللي هي تناول الأطعمة المطهية بطريقة جيدة، يعني الطعام بتاعنا عشان ما يتلوث بأي مخلفات نطهيه في النار لمدة طويلة على أساس إنه نتأكد من التخلص من أي نوع من البكتيريا إذا كانت مصاحبة له، وإذا كانت في البكتيريا كانت موجودة في المياه تم إعداد الطعام بها، أو حتى لو كانت موجودة في الخضروات. عندنا الخضروات اللي بيتم أكلها من دون طهي، يعني مثلا زي السلطة، زي غيره من الخضروات اللي بيتم تناولها بدون طهي، لابد لنا من غسلها بطريقة جيدة جدا. بنقول غسلها بنفتحت الموية الجارية، ولو أمكن ممكن الناس تغسل بالصابون، يعني دي واحدة من الحاجات الأساسية. الحاجة الثانية لابد من الاهتمام بها النظافة، يعني احنا عندنا الذباب عنده دور ممكن يكون دوره ما كبير في نقل مرض الكوليرا، لكن برضو عنده دور في نقل المرض بنسبة بسيطة. فبننصح دائما انه التخلص من النفايات بطريقة جيدة، اللي هي تجميعها في اكياس وقفل الاكياس وربطها وتجميعها في اماكن محددة حتى يتم ان التخلص منها بطريقة سليمة. الحاجة الأهم بالنسبة لنا إذا كان في شخص مصاب بإسهال في البيت وتم نقله للمركز الصحي، لابد لنا من التعامل السليم مع بقايا الشخص المريض في البيت. يعني إحنا بنقول إنه أي إنسان في البيت أصيب بالإسهال لابد من غسل الملابس بتاعته، التخلص من القي، التخلص من الفضلات بطريقة جيدة عن طريق دفنها، أو عن طريق التخلص منها في المرحاض. وبعد ما نتخلص منها في المرحاض لابد من نظافة المرحاض وغسله بالماء والصابون وتطهيره بالمطهرات إذا أمكن. دي كلها من الحاجات اللي إحنا مفروض نتعامل بها في المنزل. برضو عندنا نصيحتين أساسيات اللي هي بنقولها في كل الأماكن، لابد لنا من التخلص من التبرز، من عادة التبرز في العرق. يعني إذا كان الإنسان لابد له من يتبرز، لابد من استعمال المرحاض، دي الخطوة الأولى. ولو ما لم يوجد مرحاض وما كان في مرحاض في المنطقة، ممكن الناس تردم أو تدفن البراز. دي واحدة من الحاجات الأساسية عشان نتخلص من نقل الذباب للبقايا الآدمية للأكل وللشراب. الحاجة الثانية والعادة الكبيرة اللي احنا بننصح بها دائما عادة غسل الأيدي. يعني احنا بنقول لأي إنسان لابد له من انه يغسل يدينه في 4 أماكن حرية، اللي هي بعد استعمال المرحاض أو بعد التبرز، دي واحدة من الحاجات الأساسية. الحاجة الثانية قبل تناول الطعام وقبل إعداد الطعام، يعني أي شخص بيعد الطعام لابد من يغسل يدينه بالماء والصابون قبل ما يعد أي نوع من الطعام. برضو الأمهات اللي بيطعموا أطفالهم لابد لهم من انه يغسلوا يدينهم قبل ما الأم تطعم طفلها، برضو بعد ما تغسل طفلها إذا كان قضى حاجته فلا بد إنها تغسل يدينا بالماء والصابون. غسل الأيدي بالماء والصابون واحدة من العادات المهمة شديد، ونحن لو تعودنا عليها وعلمناها لأطفالنا بتكون عادة سليمة لنا، مهمة في التخلص من مرض الكوليرا ومهمة في التخلص من أمراض كثيرة. غسل الأيدي بالماء والصابون واحدة من العادات الجيدة جدا، لا بد من إنه أي إنسان يتعامل بها، وقبل ما يتناول طعامه وبعد ما يطلع من المرحاض، دي أهم منطقتين. برضو بعد ما يتعامل الأمهات في البيت والأخوات أو أي شخص بيتعامل مع المرضى في المنزل أو في المراكز الصحية، لابد لنا من غسل يدينا بالماء والصابون بعد التعامل مع المرضى. برضو مهم جدا التعامل مع مخلفات المرضى بطريقة سليمة والتخلص منها بطريقة سليمة. هذه الفقرة برعاية الشركة المتخصصة للتأمين الطبي، نحن بعون الله نرعاكم.